ستشارك بالكاراكال مروحيات الكاراكال واليورو فايتر مع الاف 18. هكذا قدمت مروحيات وزارة الداخلية عرضها الجوي وسنشاهد الآن مقاتلات الأباتشي. المقاتلة التي تغير موازين الحرب في القتال وتشارك أيضا القوى البرية في ذلك. نشاهد الآن سرب الكاراكال من قاعدة علي السالم الجوية. وهي مروحيات البحث والإنقاذ والانتشال. وتقدم أيضا الكثير في الإسناد للقوى الجوية من عمليات الإبرار الجوي وإنزال القوات. لك يا وطن، لك يا وطن يا أغلى من أغلى ثمن، لك يا وطن نصارع أمواج المحن، لك يا وطن نغني أجمل اللحن، لك يا وطن شيوخنا كراما من عصر بعيد. وأميرنا المقداد ذو القلب الفريد، وبمشعل كم كان فأسا للعنيد، بارك به واحفظ بلادي يا مجيد. لك يا وطن شيوخنا رماح من نصل سليل، وشعبنا نسيج من نول أصيل، وجندنا رجالا تحفظ الجميل، بارك بهم واحفظ بلادي يا جليل. وإن جار الزمان شعبك الأمان، وإن ضاقت عيوني لك في الصدر مكان، لك في الصدر مكان. من مثل الكويت، من مثل الكويت دشنت أسطول لشخص واحدا، من مثل الكويت مثلت إنسان أميرا قائدا، من مثل الكويت تبغض العدوان وربي شاهدا، من مثل الكويت كأمي حبها توسدا. لك يا وطن، لك يا وطن. كل عام ووطني الغالي بخير، كل عام وبلدنا الحبيب بخير، كل عام وأم الشهيد بخير. كويت بلد الأمان. نشاهد الآن مقاتلات اليورو فايتر مع مقاتلات الاف 18. هذه هي القوة الجوية الكويتية التي شهد لها التاريخ. كل هذه المقاتلات تشارك اليوم في احتفالية العيد الوطني وعيد التحرير.
وهي أيضا تجديد للولاء والطاعة. سنشاهد الآن المقاتلات مرة أخرى. من مقاتلات هذه هي سرب المقاتلات من قاعدة علي السالم الجوية وما تسمى بذئاب علي السالم، القاعدة التي قدمت الكثير. مروحيات الكركال والتي تساهم في عمليات البحث والإنقاذ والإنزال والإبرار. تطير بتشكيلات سرب الطيران بشكل مزدوج. مقاتلات الـ F-18 من قاعدة أحمد الجابر الجوية. والتي شاركت عدة مرات في ردع العداء. هاي أسراب القوى الجوية الكويتية. الطائرات التي تحمل إمكانيات عالية في القتال.
من هنا، من أرض الصمود، من أرض الحرية، من أرض الكويت. أرض الأخاء، أرض الشهيد. سنتابع عرضنا الجوي. المقاتلات اليورو فايتر. وهي واحدة من أفضل المقاتلات. سيستمر معانا العرض الجوي وسنشاهد القوى الجوية تقدم عروضها الجوية. هي مقاتلات الـ F-18. تقدم بسر حسب التشكيلات الجوية. وتساند القوة الجوية باقي القوات مثل القوة البحرية والقوة البرية، ويمكن للقوة الجوية أن تحسم الحرب. هاي أبراج الكويت التي لطالما صمدت في وجه العداء. هذا الرمز الجميل وهذا الصرح العظيم الذي نبهج حينما نراه، أبراج الكويت. مشوها مشوها بس.
تطير على ارتفاعات منخفضة. سل الجبال عن رحلة المغوارة، وسل النجوم عن عزة الطيارة، وسل الرمال عن دبابة عربية وقودها نارا من الإعصارة، وسل البحار عن قوة بحرية تروي حكايا قصة البحارة. أما السماء ستمطر غيرة من فاتريوت علم الغدارة أن الكويت لا يستهان به. أم الأسود ومنبع الأحرار فخرا وعزا تحت ظل أميرنا ليث العروبة وسيفها البتارة. كم كفكفت يده الكريمة دمعة جار الزمان عليها والأقدار. يكفيك يا سيدي كم علمتنا أن الكويت لا تخون الجارة. هذه نهاية رحلة المغوارة، سنظل نحكيها باستمرار. مقاتلات الاف 18 ومقاتلات اليورو فايتر مع مروحيات الكاراكال ومروحيات وزارة الداخلية قدموا هذا العرض الجوي. تأييدا للعيد الوطني الكويتي وعيد التحرير. كويتنا الغالية، كويت الصمود. مقاتلات اليورو فايتر تطير وتستعرض في سماء الكويت. حفظ الله كويتنا الغالية. وأمد الله في عمر أميرنا سيدي حضرة صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة أمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.
تشارك اليوم قواتنا المسلحة بجميع صنوفها. العيد الوطني لدولة الكويت. وعيد التحرير. من هنا، من أمام أبراج الكويت، أبراج الحرية، أبراج الشموخ، من دولة الكويت، يشارك الجيش الكويتي متمثلاً بالقوة الجوية الكويتية وطيران وزارة الداخلية. ما أجمل عيد الكويت، بلدنا الغالي. هي مقاتلة اليورو فايتر. قدمت لنا القوة الجوية اليوم عرضاً جميلاً جوي تطير فيه مقاتلات القوى الجوية. شاركت فيه مقاتلات من قاعدة علي السالم الجوية وقاعدة أحمد الجوية. رفرف يا علم الكويت عاليا خفاقا.
الخامس والعشرون من فبراير والسادس والعشرون، أيام جميلة على الكويت. نستذكر فيها أجمل أيام الكويت ويوم الاستقلال ويوم التحرير. اللهم احفظ هذا الوطن الغالي، وطني الحبيب الكويت، وابعد عنه كل سوء. وأطل في عمر أميرنا الغالي سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت والقائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، راعي مسيرتنا ورمز عطاؤنا وقوتنا، أطال الله في عمره. من هنا من أبراج الكويت نرى المقاتلة التي تطير على ارتفاعات منخفضة. وهذه هي إحدى أساليب القتال. تشارك اليوم في هذا العرض الجوي لدولة الكويت العرض الجوي الذي نجدد فيه كل سنة ولاؤنا وطاعتنا. نرى المقاتلة تطير فوق ارتفاعات عالية. لا لا، استخدمت الطائرات اليوم أساليب القتال وهو كعرض جوي على شكل أسراب أو طيران من ارتفاعات منخفضة. منها مروحيات الكركال ومقاتلات اليورو فايتر مع مقاتلات الاف 18 وطائرات وزارة الداخلية للبحث والإنقاذ. ومن الطائرات الموجودة في القوات الجوية لدولة الكويت مروحيات السيكورسكي ومقاتلات الأباتشي، موجودة أيضا ضمن القوة الجوية الكويتية. من هنا ومن هذا المكان نشكركم على حسن الاستماع من الجيش الكويتي متمثلين بمديرية التوجيه المعنوي للجيش الكويتي، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. محدثكم العقيد الركن عبد الله الجطيلي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.